صباح الخير لكل حدا انضم لنا عبر شاشة سما الفضائية. بهالنهار عم نترافق معكم بساعاته الأولى لحتى نفتح مواضيع متعددة مع ضيوف متخصصين بمجالات مختلفة. صباح الخير يا آية. يسعد صباحك ورد. صباح الخير لكم مشاهدينا ولكل حدا حب هيك يبلش نهاره معنا. دائما بندعي ببداية كل نهار انه بلكي نسمع فيه شي خبر حلو، يعني صايرة الأخبار الحلوة قليلة كتير ونادرة ببعض الأوقات عم بتكون، فإن شاء الله يا رب اليوم هيك يقطع بخبر حلو سواء هيك على الصعيد العام أو حتى على الصعيد الشخصي لكل حدا فيكن. فنحن أكيد بلشنا بحلقتنا لليوم. دائما منقول إنه خلونا نقرر نسمع أخبار حلوة منلاقيها موجودة قدامنا، هيك قانون الجذب نفعله من بداية النهار. ومن بداية النهار معنا حلقة جديدة فيها كتير عناوين، شو أبرزها منعرفهم سوا. بحلقة اليوم رح نتعرف على طرق وخطوات للتخلص من خمول الشتاء للشباب. هاي شغلتي أنا ما بتركها. أبو مازن ستيني يعشق صناعة القصب في دمشق من 50 عام. أعراض التهابات الرحم وأهم الأسباب وطرق العلاج ضمن فقرتنا الطبية لليوم. والاستراتيجيات الصحيحة لتجاوز أزمات قد تصيب المشاريع الصغيرة. سألتك إذا بقلبك حدا من قبلي أنا. وبالفقرة الفنية أغاني جديدة للكثير من المطربين بداية شهر الحب. يعني اكيد رح يكون معنا الكثير من المواضيع اللي رح نحكي فيها اليوم، ودائما في الكثير من الاخبار اللي بتدور يوميا حول العالم. نحن بدورنا على طول هيك بنختار ابرز هي الاخبار، فوين حنبلش؟ حنبلش من الوطن العربي كالعاده يا آية، مع شاب عم يحول الخرده الى تحف فنيه بتونس. وبمصر عم تستضيف معرض القاهره الدولي للفنون، هذا المعرض العريق يلي يقام بشكل دوري. تماماً، ورح نروح لمعرض إكسبو لحتى نشوف مشروع رسم عالمي عم بيكون بإكسبو دبي 2020 ومهرجان الأنوار السنوي يضيء العاصمة الدنماركية. جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من تونس. شاب ترك تخصصه باللغة الإنجليزية لإعادة تدوير الخردة إلى تحف لاتيكور. يوسف الفاسي استخدم الأغراض المرمية بالأسواق وحولها لقطعة فنية كمهنة خاصة فيه.
وحنكمل على مصر. استضافت القاهرة المعرض الدولي للفنون بمشاركة عشرات الفنانين التشكيليين من الدول العربية. الملتقى يعقد للعام الثالث وعرضت فيه العديد من اللوحات اللي بتعكس أوضاع البلدان العربية. حنروح على دبي. إطلاق مشروع الرسم العالمي بمعرض إكسبو دبي 2020، ويلي بيهدف لتوحيد الناس بمختلف أنحاء العالم بتمكين كل زائر من إضافة لمسة بالفرشاة على العمل، وتجاوز عدد المشاركين 2000 شخص. وبجولتنا الأخيرة حنحكي عن مهرجان الأنوار السنوي بالدنمارك، يلي جذب المهرجان أكثر من 500,000 شخص، وفي حوالي 50 عرض من تصميم فنانين من حول العالم. والجديد هالعام حيكون في عرض لأعمال بتقنية ثلاثية الأبعاد على واجهة مباني تاريخية بالعاصمة. أطباقنا بصباح الخير مع الشيف تهامة دائما غنية ومميزة، فشو طبق اليوم نتعرف معه سوا؟ صباح الخير يا شيف. يا صباح النور. صباح يا شيف، كيفك اليوم؟ صباحك يا آية. الحمد لله. شو عملتي لنا اليوم؟ اليوم عاملة أنا بالنسبة إلي أطيب أكلة بالعالم كله. أوكي. هي جوانح بصوص البوفالو. يعني جوانح بوفالو كتير طيبة، كتير لذيذة. يعني حتى هي بتصير عليها ورد مباريات بأمريكا بشهر معين، إنه مين بيقدر يأكل أكبر قدر فنية ممكن من إلها. صح. اليوم عزمتك لعندي ورد. هلأ منشوف. عن جد اليوم ناخد أكبر. بس نخلص لنشوف. ناخد. بتحداك إنه أنا بقدر أكل أكثر منك. أنت ما شاء الله يعني طباخ الأكل الطيب بدوقه. هاي إيه بقطع فيه، أنا بحب الجوانح كتير. يلا نشوفهم. حنضم لك أكيد شيف لنتعرف مع بعض على طريقة التحضير. شكرا كثير يا شيف. وغير إنه بناكل أكبر كميات ممكنة بفصل الشتاء، كمان فصل الشتاء بيحمل مع نسماته الباردة موجة من الخمول وقلة النشاط الحركي. كرمال هيك بفضل الأشخاص يبقوا بالبيت لحالهم، ومثلاً بيشعروا بالكسل، بدقوا لهم رفقاتهم تعالوا نطلع مشوار، بيقولوا لهم لا خلونا نتكنكن بالبيت بأغلب الوقت. هذا الموضوع يعد اضطراب نفسي أطلق عليه المتخصصين اسم الخمول الشتوي. كمان المتخصصين ورد كانوا نصحوا ببعض الطرق لحتى نحن نقدر نتغلب على هذا الخمول يلي بيصيبنا بفصل الشتاء. فشو هي أبرز هاي الطرق والخطوات للتغلب على الخمول؟ رح نتابعهم مع بعض بهالتقرير. من أصعب الأشياء يلي بتواجهها بعض الناس خلال الشتوية هي الفئة بكير والقومة من السرير الدافي، وبالإضافة لشعور بالبرد بحصل بعض بإرهاق وكسل، وهذا الشعور بخليهم يفكروا كل يوم الصبح أنهم يتخلوا عن مسؤولياتهم وواجباتهم ويبقوا بالبيت ليرتاحوا بجو الدفا والكنكنة. ولكن مو كل شي بيتمناه الإنسان بيحصل عليه، فما بيقدر كل الشتوية يبقى بالبيت وينسى الحياة برا. وليتغلب على هذا الشعور كتير من الأمور البسيطة بتساعده، ومن أهمها تعرض لضوء الشمس. بيعاني الأشخاص اللي ما بتتعرض للشمس من قلة التوازن الدقيق لإيقاع الساعة البيولوجية يلي بيعرف باسم دورات النوم والاستيقاظ، وبيرجع هذا الشيء لإفراز الجسم هرمون الميلاتونين يلي بينتجه استجابة للظلام وبيتحكم فيه الشعور بالنعاس. لهيك يفضل التعرض للشمس للناس يلي بتعاني كسل دائم أيام الشتوية. أيضاً الحصول على وقت معتدل من النوم، فالنوم القليل بيخلي الجسم غير قادر على بذل الكثير من المجهود. وبشكل عكسي كمان، فالإفراط بالنوم بيخلي الشخص يشعر بالخمول خاصة بفصل الشتاء، والشعور يلي بحسوا فيه لا يعني الاستمرار بالنوم، فلازم يتبعوا عادات النوم الصحية يلي ما بتتعدى 8 ساعات،
تنظيم طريقة نومهم بحيث يناموا ويفيقوا بوقت واحد. ممارسة التمارين الرياضية لها دور كبير بالتخلص من الكسل في الشتوية، وخلال هاي الأيام الباردة آخر شي بيفكروا فيه إنهم يعملوا نشاطات كتيرة، ولكن بعد القيام بالتمارين الرياضية حيزيد نشاطهم حتى لو لفترة قصيرة بالصباح. فالتمارين الرياضية بتعطي الجسم دفعة من هرمون الإندروفين يلي بيخليهم يحسوا بالسعادة والإقبال على يومهم. تناول الطعام الصحي وأخذ الفيتامينات يلي بيحتاجها الجسم. مجرد ما يخلص الصيف بزيد شعورنا بالجوع وبالحاجة للأكلات يلي بتعطينا الإحساس بالشبع والدفى، لكن لازم هاي الأشخاص يحددوا النظام الغذائي الصحي ليحصلوا على الطاقة يلي بيحتاجوها مثل الشوفان. فبتساعد وجبة الشوفان على زيادة فيتامين بي وتحويل الأكل للطاقة. شعور البعض بالضغط والتوتر ممكن يشكل القلق وفقدان الطاقة خلال يوم واستمراره لعدة أيام، بالإضافة إنه بعض الحالات الطبية ممكن تسبب الشعور بالإرهاق والكسل مثل اكتئاب الشتوية يلي معروف طبياً بالاضطراب العاطفي الموسمي، متلازمة التعب المزمن وفقر الدم الأنيميا. أي شخص بقرر أنه يبدأ بمشروع جديد ورد، يعني بأي مجال من المجالات، دائماً بخاف يكون الفشل مصير هذا المشروع. لهيك ضروري وقبل من الواحد يتخذ أي قرار، يعني أنه يخطط صح، أنه يطلع على عوامل نجاح أو فشل المشروعات الصغيرة المختلفة وأسلوب الإدارة خطوة بخطوة ليضمن يعني بنسبة جيدة نجاح المشروع. بيقوم ببطل يعمل مشروع وبيقول لك ما بدي هالمجازفة كلها على بعضها. طبعاً لا، ما لازم يكون هيك القرار. من أول خطوة عدم نجاح، ما بدي أقول فشل، لنتعرف أكثر عن استراتيجيات إدارة المشاريع وكيف ممكن نتجاوز الأزمات يلي ممكن نمر فيها ببداية مشاريعنا الصغيرة أو متناهية الصغر. حتى رح نستضيف الأستاذ اللي حاصل على الماجستير بمجال إدارة الأعمال، الأستاذ غسان أبو طبيخ، ليشاركنا كل التفاصيل ونطرح تساؤلاتنا يعني كشباب فعلا حابين نبلش اول خطوه بحياتنا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح النور استاذ ورد. صباح النور انسي ايه، وصباح النور لجميع المشاهدين والمتابعين. اهلا وسهلا فيك يا هلا. اهلا وسهلا فيك. يعني اليوم عم نشوف اول شيء يمكن بهي الفتره قديش عم بتزيد، خلينا نقول المشاريع الصغيره، السوشيال ميديا كثير خدمت اشخاص بانهم هن ياخذوا هي الخطوه يكونوا اجراء. خلينا نقول من اوقات سابقه كان الواحد لسه يفكر اكثر بكثير، خلينا نقول تمام. ويخاف اكثر. طيب خلينا نبدا هيك حديثنا بشكل عام، نحكي لما انا قرر بدي اعمل مشروع، شو هي اساسا هي المراحل اللي هو المشروع هذا راح يمر فيها؟ تمام. هلا اي مشروع لحتى ياخذ عوامل يكون يعني ياخذ سبل النجاح بده يمر بثلاث مراحل. مرحلة أولى مرحلة دراسة المشروع، بعدين مرحلة التخطيط للمشروع، بعدين مرحلة البدء وانطلاق المشروع. هلأ مرحلة دراسة المشروع بده يبلش بداية من تحديد المنتج اللي هو بده يقدمه، بده يشتغل فيه، وتحديد المكان وين بده يقدم هذا المنتج. لبعد ما حدد المنتج بده يدرس مصادر التمويل تبعه، منين رأس المال بده يجيبه، قديش حجم رأس المال اللي هو بحاجته ليباشر مشروعه وينطلق فيه. بعدين بده يشوف يدرس مصادر التوريد، المواد الأولية اللي بده يجيبها لمشروعه، تكاليف الأنواع وكذا، يعني بده يشوف التكاليف والمصادر التوريد تبعه. بعدين بده يشوف السوق، حجم السوق، الزباين، الشريحة المستهدفة اللي بده إياها، المنتج تبعه وين ممكن، شو ممكن الشريحة اللي بده يستهدفها. بعدين من نفس الوقت بده يشوف المنافسين، قديش المنافسين حجمهم بالسوق، وهو قديش ممكن يفوت بهالسوق وياخذ نسبة حجم من هاي النقطة. جدا السوق مهمة، هي هامة جدا طبعا، انه هو في له مكان، في له فرصة ولا ما له فرصة، وإذا له فرصة كيف بده يقدمها، كيف بده يتميز عن منافسينه. تماما، وإلا أنا بكون عم كرر غيري أو حتى ما رح يصير لي مجال للمنافسة إنه أبرز بين المنافسين اللي هن صار لهم قبلي يعني بفترة. كتب فشله قبل ما يبلش. تمام. إذا ما درس صح. هلا بعد ما أخذ هالخطوات هي كلياتها ولقى إنه المشروع ممكن يفوت فيه ويباشر فيه، بيجي لمرحلة التخطيط للمشروع.
هلا مرحله تخطيط مشروع اول شيء بده يبلش من نقاط القوه اللي هو عنده اياها، هو شو عنده نقاط قوه مشان يعززها ويطورها وتكون هي مركز الانطلاق للمشروع. بنفس الوقت نقاط قوه، في عنده نقاط ضعف، هو في عنده ضعف بجوانب معينه كمان بده ياخذها بعين الاعتبار، يعني يعمل تحليل للبيئه الداخليه لبيئته للشيء اللي عنده. هو النقاط الضعف هو بده اهم شغله انه هو بده يشوفها مو هي الخلل، لانه اذا شافها هي خلل خلص ما عاد بكمل بمشروعه، فحيسكرها ويتغاضى عنها. واذا بلش بمشروع وبيتغاضي عن هذا نقطه الضعف فهو فعليا يعني حولها من نقطه ضعف لخطوره. طيب فالخطوره بتهدد مشروعه. خلينا استاذي نحكي هيك بتطبيق فورا احسن ما نحكي كل الفقره بطريقه اكاديميه، رغم انه لا غنى عنا هاي الطريقه، ولكن الشباب اللي عم يتابعونا ناطرين نطرح امثله ونقول شو الحلول اذا واجهتنا. مثال، انا اليوم بدي ابدا مشروع بسوريا بضمن هالظروف ببدايه 2022 بالوضع الاقتصادي اللي كتير صعب، وبدي بقى بلش شيء اكل منه مثل ما بنقول بلغه السوق. شو الفكره اللي بدي اطرحها؟ قلت لنا دروس السوق وانه عرف شو تتميز. طيب السوق اتخم، يعني في كتير شغلات موجوده بالسوق، انا شو المنتج اللي ممكن نافس فيه؟ المنتجات مثل ما حكيت حضرتك انه توفر واتخم بعده منتجات. هلا هون صفي الابتكار والابداع عنده وتقديم الميزه. السوشيال ميديا هلا اخذت هي خليني اقول مناح كثير كبير ومجال واسع، وطغت خليني اقول على كثير من مجالات التسويق الفوريه. هلا خليني اقول مجال التنافس بالسوشيال ميديا هو بالميزات والخدمات اللي بيقدمها بالتسويق، بتقديم المنتج، توصيل المنتج. خليني اقول انسان بده يفتح ورشه خياطه على مستوى صغير. تمام. هلا اول شيء اذا حكينا انه هو بده يشوف المنافسين، هو شو الشريحه اللي بده يقدمها، المستوى، نوعيه الماده اللي بده يقدمها، بنطال او قميص او كذا، شو الميزه اللي بده يقدمها، موجود اتخم السوق، فهو بده يقدم ميزه جديده، بده يشوف شو النقص يلي ممكن يضيفه، يعمل اضافه للسوق فيه. بده يشوف مصادر التوريد تبعه، التكاليف الادنى. هلا بعدين مرحله التخطيط خليني اقول هو عنده مشكله بمهاره التواصل، فهو اذا ضغط عنا بيقول انا بجيب حدا هو بيتواصل مع الناس، انا بتابع العمل الداخلي، بتابع الانتاج، بتابع كذا. هي هو حولها لخطوره ممكن تهدد انهيار مشروعه. امول الافضل انه هو يحولها لتصير نقطه قوه، بيعزز مهاره التواصل، بيتبع دورات، بيقرا، بجرب بالمحيط اللي حواليه لحتى يتمكن منها، فصارت نقطه الضعف هي نقطه قوه عنده. هلا بعدين بيشوف شو في عنده فرص برا، شو في عنده ممكن يقدم بهالاتخام هاد، هو شو عنده فرص، شو ممكن هو يخلق فرصه بابداع بابتكار معين. يمكن نشوف كثير اشخاص استاذ يعني عندهم مشاريع كثيره، او هي المشاريع كلها متشابهه بتكون وكل حدا عم يشتغلها، بس في حدا ممكن يطلع بفكره صغيره تميزه عن غيره، ممكن تكون بالميزة. شغله هالقد يعني شغله كثير بسيطه بس عن جد تميزه عن باقي الفرق بالميزه والخدمه اللي بيقدمها. يعني هو هلا التنافس الخدمي هو اكثر، كل خدمه زياده بيقدمها هي ميزه بالنسبه له، فهي هي اللي بتخليه يعزز مكانه بالسوق ويقوى. هلا وقت بشوف كمان شو في عنده تحديات، وقت بشوف التحدي مو عائق، التحدي هو فعليا هو فرصه، وتشوف التحدي فرصه هون بيقدر يتمكن من السوق. اوكي. فتره الكورونا اجت كانت كثير عصيبه على كثير شركات، منها شركات اللي بتهتم بالدفاتر، اللي بتنتج دفاتر، تحول التعليم لجزء كبير منه وكاد انه ينقطع الدفتر ويصير ما في له حاجه بالسوق، فكان تحدي كثير كبير لشركات صناعه الدفاتر. في شركه سوريه هون يعني انا بتعامل معها، هذا التحدي هذا الكبير وصل لمنحة، اما انه بده يسكر، وهذا هو يعني حياته كلها عشرات السنين، عشرات السنين هو عم يشتغل دفتر بقياساته وعشانه، انما بس فقط دفتر. أوكي. طيب شو بده يساوي؟ هو تحدي امام تحدي كثير كبير، يسكر المنشاه اللي هي لها اسمها ولا عمرها والناس اللي عم تشتغل فيها، ولا شو؟ ولا منواكب التغيير. انا واكب التغيير وطلع عن الفكره.
هلا هو ابدع واخترع خليني اقول فات على منتجات جديده ما كان يساويها، بس هي لها علاقه بالورق وبالكرتون، يعني مكاناته ممكن تساويها وضخ بالسوق وصار لها رواج وانتاج، يعني خلق هون ميزة خلق جديدة. من التحدي خلق فرصة وخلق ميزة جديدة وخلق نحاج، يعني أخذ نجاحات إضافة لنجاحه اللي كان يعني بوقت كثير ناس ممكن تستسلم وخلاص تسكر وإذا شافوا عائق وجدار أمامه فهو بيستسلم وبيتراجع عن حلو كثير. لحتى نلخص الفقرة اللي فعلا فيها معلومات كثير مفيدة، بداية دراسة الجدوى، قديش أنا لازمني مصاري لأنطلق تمام، وكيف بدي ورد، لأنه أنا بس انطلقت هذا لا يكفي. اثنين، تقييم البيئة الخارجية اللي هي المنافسين اللي هي السوق تمام، والبيئة الداخلية هي نقاط قوتي نقاط ضعفي، قديش أنا بملك فرص وتهديدات. ثلاثة، وأهم شيء ما استسلم عند أول مطب أكيد، وأرجع أعمل فليب خليني أقول لحتى أتجاوز الصعاب والأزمات. شكرا لوجودك معنا. الله يخليك، أهلا وسهلا فيك. بتشكركم كثير للاستضافة وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ، شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. هلا صار وقت لحتى نروح لعند الشيف تهامة لنتابع مع بعض طريقة تحضير طبق اليوم. يا صباح الخير عن جديد، يا رب اليوم يكون خير عليكم جميعا وين ما كنتم بانحاء سوريا. يا صباح الخير لستات البيوت اللي عم يستنوني ويعرفوا انا اليوم شو اكله اليوم. دائما بتمنى اكلات اللي انا عم بعملها تعجبكم. اليوم عملت لكم اكله طيبه لذيذه، يعني لعشاق الجوانح اليوم رح اعمل لكم طريقه، حتى مو بس جوانح ممكن تعملوها باي شكل من الاشكال، ممكن بالفخاد بالصدورة لا ما كتير بتطلع طيبة، بس ممكن يعني بالفخاد تطلع كتير طيبة، وهو صوص ممكن نحن أساساً نستخدمه ونخليه دائماً عنا على طول، اللي هو جوانح بصوص البوفالو. أنا قلت قبل هالمرة أنه كنا عم نحكي مع ورد، قلت له هاي الأكلة بأمريكا دائماً في عندهم يوم معين لهيدي الأكلة، هي أساساً جوانح البوفالو هي صارت هيدا الصوص اخترعوه بمدينة بأمريكا بوفالو، لهيك سموها بهذا الاسم، وصاروا يعملوا احتفال كبير أو مهرجان اللي بيقدر ياكل اكبر قدر ممكن من هدول الجوانح بياخذ جائزه قيمه جدا يعني بالعالي. المهم هلا رح نبلش فيها، كثير سهله وكثير طيبه وما كثير بدها شغل. هون حاحتاج جوانح، طبعا الكميه انت بتحبها، انا تقريبا هون حطيت كيلو ونص. هون في عندي حاحتاج من البهارات، هون في عندي بودره ثوم، بودره بصل، وعندي بهار مدخن، وهون عندي ملح، وهون عندي بابريكا. هحتاج 3 ارباع كوب من الزبده، هحتاج كوب كامل من الشطه. كوب كامل من الشطه مثل ما قلت لكم هلا هي حده، بس ما حتصير حده لانه هون عندي انا معلقه عسل، وهون في عندي تقريبا هي طبعا اختياريه بس تعطي طعمه كثير طيبه للصوص اللي هي المايونيز. هلا انا وياكم رح نبلش فيها. هلا بس حابه انوه على شغله، انا الجوانح انت بما انه انت قاعده بالبيت، انا بصراحه ما كان فيني ما اعمل هاي الخطوه قبل الهوا. انا هون في عندي ميه مخلل، ما عندك مية مخلل ما مشكلة، شوية خل أبيض مع مي. أنا هدول غمرتهم تقريبا شي 3-4 ساعات، يعني أنا صباحا هدول مبكير منقوعين خالصين، أنا شلتهم من هون من المي وحطيتهم. رجاء بتمنى هي المرحلة ما نتخطاها لأنه بتساعدني أكثر باستواء الفرن. هلا هون أنا رح أحط الجوانح، شوفوا قديش سهلة، ما بدها شيء الحقيقة، حطهم هون بهذا الشكل، ما حطيت لهم ولا شيء، يعني أنا هون يا مثل ما قلت يا بتحطي مرقة مخلل عندك مثلا زايدة، ما عندك مثل ما قلت شوية خل مع شوية مي، تنقعيهم تقريبا شيء 4 ساعات حاجة هيك كافي. هلا حنحطهم بهذا الشكل، طبعا أنا مشعل الفرن هيك، بس ما عاد بدي أكثر من هيك. هأحتاج شوفوا كيف بينها معكم، بعد لكم هاي هيك تمام. هلا هرش رشة ملح خفيفة كتير على الجوانح بهذا الشكل، ممكن رشة فلفل خفيفة، ما بدي أكثر من هيك. وهلا هاي الجوانح صارت جاهزة إنها تفوت على الفرن، تقريبا بتاخذ معي شي نص ساعة، ما عاد بدي أكثر من هيك. أنا ما يعني لاحظتوا لا زيت ولا شيء، بس حطيت ورق زبدة، بتمنى بهي الوصفة نستخدم ورق الزبدة لأنه ورق إذا ما حطيتهم أنا على الصاج نفسه أو أي صينية جلدة الجوانح كتير رقيقة ممكن تلزق معي وهيك بكون خسرت شكلها، بتمنى نحط ورق زبدة. هلا بدنا نساوي الصوص الكتير سهل ما بده شيء. هون عندي 3 أرباع كوب 3 أرباع قالب زبدة، يعني 150 جرام، حندوبهم.
هلا اللي بده يشوف هون الصوص انه انا هيدي كلياتها شطه كاسه كامله حيقول انه هي حتجي حده، لا ما بتكون حده ابدا، يعني ممكن اذا حبيتوا كمان تضيفوا حد ممكن تضيفوا حد، بس هي ابدا ما انا حده. حنستنى عليها شوي لحتى تذوب. ومثل ما قلت هلا انا ممكن يطلع عندي كميه الصوص كثير كبيره، انا ما بيأثر، انا بقيم مطربان وبخليهم، ممكن حتى هيدا الصوص استخدمه ممكن مع البطاطا، ممكن مع اي شيء، يعني انا ما ضروري بس التزم بالجوانح، بس هو حلاوته اني انساويته قبل بوقت وخليته بالمطربان بالبراد، باي لحظه ممكن انا اشوي شويه جوانح والصوص عندي بيكون جاهز، يعني اجاني ضيف على غفله، طلعت كيس الجوانح، انا الصوص جاهز عندي بالبراد، هلا شوفوا طريقته كثير سهله وكثير لذيذه وما بتاخذ معي كثير وقت. بلشت تدوب عندي هون الزبده. شوفوا قديش تطبيقتها سهله، هلا حضيف مثل ما هي هي كاسه الشطه، انتم عرفتوا مثلي بيجي الكاتشاب الحلو بيجي الشطه بتجي هيك بقنينه صغيره، هي هي بدي كاسه كامله هيك. هلا شو حاحتاج انا من البهارات؟ حاحتاج شويه بابريكا، حاحتاج بهار مدخن، هيك حاحتاج بودرة ثوم، طبعا اذا انت نكهه ما بدك اياها لا تحطيها، بس بصراحه هي هيك اصولها، مع بودرة بصل، حاحتاج رشة فلفل ونحرك، نتوفة ملح. هلا حاحرك انا، شوفوا كيف صار لونه للصوص، هلا لسه في له مرحله ثانيه بس طبعا ليبرد. طيب هلا انا اهم شيء بهذا الصوص ما اقوي تحته الغاز، ممكن يحترق، ما بدي اياه يحترق. شوفوا شو حساوي، انا حضل عم حرك وحط ايدي بقلبه هيك، شوفوا لونه كيف صار تغير، وما تخافوا مانو حد ابدا. ليش هلا هو جوا بقلب الطنجره حد، بس شو اللي ما راح يخليه حد؟ معلقتين هالعسل من قيمه ومنحطهم فوق بهذا الشكل. هلا هي بتذوب طبعا بقلبه هيك، حقيمه حرك، اهم شيء انا تضل ايدي عم تحرك لانه ممكن يحترق معي العسل او هيك. الصوص دائما على نار نايصه لا تقوي تحته، وهيك تقريبا صار عندي خالص الصوص. بدي استنى عليه شوي تانية لحتى يبرد، ومثل ما قلت لكم هلا بغيابكم حطفي هلا هون الغاز لانه ليكو خلص تقريبا. هلا انا بغيابكم شو رح اعمل؟ بغيابكم بس رح احط الدجاج بالفرن، تقريبا بده ياخذ معي نص ساعه من فوق ومن تحت معلي، انا بدي اياه يستوي، وبس لحتى ترجعوا لعندي بعد شوي بورجيكم العنصر الوحيد اللي ضل ضيفه على الصوص يا ايه ويا ورد. شكرا يا اهلا وسهلا، شكرا كثير شيخ، العافيه. يمكن افضل الفوائد من ممارسه الرياضه بالطقس البارد انه نحرق سعرات حراريه كثيره، وهذا الموضوع بيرجع لانه الجسم بيعمل بجهد مضاعف للحفاظ على درجه حرارته الاساسيه بشكل منظم. كرمال هيك رياضه الصباح صارت جاهزه. صباح الخير، معكم الكوتش راما من شمس أكاديمي. اليوم فقرتنا حتكون عن آلام أسفل الظهر، مين منا ما بيعاني من آلام وجع الظهر أسفل الظهر نتيجة الضغوطات الشغل والقعدة الغلط، القعدة على اللابتوب لوقت طويل. فاليوم نحن حتكون فقرتنا عن هاي التمارين. رح نشتغل أول شيء إحماء، واحد اثنين، رح نشتغل شوي إجباري مشان آلام أسفل الظهر، خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة، شوي خمسة ستة سبعة ثمانية، رح نعمل كروس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، باك لورا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة
عثمان رح ننزل بهذا الشكل، ظهري هيك بهي الوضعية، بدي حاول ما يكون في مسافة بين ظهري وبين والأرض، دي هون بهذا الشكل. رح أطلع تمرين البريتش، رح أطلع بكعبي، كعبي ومشطي كلهم على الأرض، رح أطلع شوي شوي 8 عدات، كتافي على الأرض، باخذ الوضعية اللي أنا برتاح فيها، رح أطلع شوي شوي. 1 2 3 4 5 6 7 8 رح نريح. التمرين اللي بعده رح نعمله شوي مركب. 1 2 down 1 2 هي 3 4 5 6 7 8 رح نريح، رح نبلش بهذا التمرين، رح نطلع شوي شوي كمان 8 عدات. 1 2 3 4 5 6 7 8 رح نريح ونبدل. 1 2 3 4 5 6 7 8 رح نريح 10 ثواني بهذا الشكل. 1 مع نفس. 2 3 4 5 6 7 8 رح ننتقل شوي شوي التمرين اللي بعده، كات اند كامل. بدي حرك سفل الظهر، رح نزل طبعا انا معدتي مشدوده بهذا الشكل. 1 شوي شوي. 2 3 4 5 6 7 8 رح اعمل تمرين التوازن، رجلي اليمين ممدوده بس انا بدي اعمل معاها ايدي اليسار بهذا الشكل، معدتي مشدوده، ظهري مشدود، رح اخذ نفس. 1 2 3 4 5 6 7 8 رح نعمل السويتش. 1 2 3 4 5 6 7 8 هدول التمارين نحن فينا نزيد عليهم عدات، خاصة آخر تمرين اللي هو تمرين التوازن، دائما في عندي جهة بحسها أضعف من جهة فبزيد عليها العدات. وانطروني بفقرة جديدة وتمارين جديدة، نهاركم سعيد. صار وقت لحتى نبدأ معكم بفقرتنا الطبية. بيعاني الكثير من النساء من التهاب الرحم يلي بيسبب مشاكل بالخصوبة وممكن يؤدي أيضاً لهذا الالتهاب لمشاكل بالإنجاب، ويؤدي بالتالي كمان لمضاعفات واضطرابات وتغيرات هرمونية كثيرة. هذا الموضوع مزعج كثير يا آية، واتفقنا مع الدكتور أنه رح نحكي عن التهاب المنطقة الحوضية بشكل كامل، لأنه التهاب البطانة الرحمية منكون وصلنا لموضوع مزمن، فإن شاء الله ما منوصل مع أي سيدة لهالموضوع. ضمن فقرتنا الطبية لليوم رح نتعرف على أبرز أسباب وأعراض وطرق الوقاية والعلاج من موضوع الالتهابات النسائية مع دكتور شادي خلوف اختصاصي بالأمراض النسائية. صباح خير دكتور، أهلا وسهلا فيك. سعد صباح. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا دكتور. التهاب الرحم خلينا نحكي بداية، يعني عم نقول أنه هو ماله شائع جدا لكن بيحصل طبعاً. بداية علميا نحن شلون بنعرف التهاب الرحم؟ هلأ هو الالتهاب اللي بيصيب إما بطانة الرحم أو جسم الرحم كاملا، أو بيبلش من عنق الرحم ليوصل لجسم الرحم وينتشر عبر الأنابيب ليصير التهاب بمنطقة الحوض كلها. وهو هذا الأخطر الحقيقة اللي لازم نضوي عليه، لأنه ما رح نوصل لهي المرحلة إلا نكون نحن مرقنا بالمراحل كلها
واهملنا اما مراجعه الطبيب او العلاج اللي وصف لنا الطبيب بالتهاب عنق الرحم، لو وصلنا لمرحله لداء حوضي التهابي اللي هو التهاب بمنطقه الحوض كلها اللي هي بتشمل طبعا الرحم والمبيضين، واللي هي حاله خطيره تتطلب احيانا دخول المشفى، وممكن تكون يعني مزعجه لدرجه كبيره مهدده لموضوع الانجاب ولها تبعات يعني مستقبليه سيئه. تمام، طيب خلينا نتفق دكتور انه هذا الموضوع مثل ما ذكرنا ما بيوصل لإله او ما بتوصل لإله السيده الا لتكون مرت بمراحل عديده قبلها. بدايه الموضوع الالتهابي بالرحم بيحدث داخلي ولا خارجي من المهبل بيجي فيروس او انتان او جرثومه؟ لا هلا اكيد بلش من يعني وصل من المهبل. وبالتالي نحن لما السيده بتحس باي عرض انتان سواء فطري جرثومي، يعني بمعنى اذا بدنا نترجمها لاعراض حكه حرقه في ريحه كريهه او لا، فهذا الشيء يتطلب مراجعه الطبيب وليس استشاره المحيطين اللي هن قد يكونوا بيعرفوا شو بدهم بعض الادويه بدها تاخذ، بس هذا ما بيعني انه هذا هو التشخيص اللي انا بدي اخذ على اساسه الدواء. لا، لازم احنا نستشير الطبيب، طبيب يفحص المنطقه يقدر بالضبط شو هو الانتان الموجود، هو فطري جرثومي فيروسي شو هو، لانه بناء عليه يتحدد العلاج. ممكن يكون انتان مختلط جرثومي فطري، ودوز العلاج مهم ومده العلاج اكثر اهميه. بمعنى انه انا ممكن سيده تكون قدر انه هي لازم تاخذ لمده 14 يوم العلاج، سيده اخرى ممكن اسبوع يكون كافي، سيده اخرى بدها علاج مختلط فطري جرثومي، في سيدات بيحتاجوا العلاج الشريك معه، وبالتالي كمان هذا كثير مهم لانه العدوى رح تكون ناكسه. مثل بلادنا بلد فيه تعدد زوجات، ممكن تضطر انت تعالج ثلاثه، الزوجتين والزوج، هذا كثير مهم. فبالتالي الموضوع مانو صعب اذا انتبهنا له، بس اذا اهملناه بصير بنصعب القصه على حالنا. فحص الاستشاري الطبيب والفحص وتقديم المشوره والعلاج المناسب بالجرعه المناسبه والمده المناسبه بيوفر علينا أكيد. انتقال المرض لاماكن اخرى ضمن الرحم او للمبيضين. طيب حنحكي هيك متوسع اكيد بكل فكره لحالها، خلينا يعني نحكي من اول الافكار اصلا السبب اللي نحن بيؤدي انه نحن نوصل لهي المرحله، فشو هي الاسباب الاكثر شيوعا يعني؟ هلا خلينا نقول على يعني مشان ما نضوي على الموضوع، هو فينا نقول قسمين، اما نحن شيء اخذناه عدوى خارجيه، نحن هلا سيداتنا او صبايانا اغلبهم يعني بيشتغلوا، بالتالي هن مضطرين يفوتوا على حمامات عامه ضمن دوامهم، وبالتالي ممكن يكون هي العدوى تلتقط من هالحمام اللي هو موجود بمكان عام، فيه سيدات عديدات يا اما بيعرفوا انه عندهم مشكله وما متعالجه، يا اما ما بيعرفوا انه عندهم، وبالتالي انتقل المرض من يعني من حدا لاخر، او انه في ضعف مناعه موجود عند الجسم وهذا الشيء بحرض على ظهور المشكله. يمكن الانتانات بتكون موجوده بالصيف اكثر، بنشوفها يعني واضحه اكثر، وخاصه الفطريه بسبب المسابح والنوادي الرياضيه اكثر من فصل الشتاء، ولكن هي موجوده على مدار السنه، بتزيد وبتنقص حسب الفصول، بس هي موجوده على مدار السنه. العدوى هي يعني المكون الرئيسي بالتقاط هي المشكله، سواء كانت فطريه فيروسيه جرثوميه، العدوى هي السبب الاساسي. وبالتالي هالسيده لما بتكون محافظه على او تمنع طرق انتقال العدوى، بمعنى النظافه الشخصيه تكون موجوده، ونظافه المكان اللي تفوت عليه تكون موجوده، والحمايه الذاتيه من اي مكان عام بتفوت عليه، هذا بيوفر علينا كثير مشاكل. هلا لازم يكون هذا الموضوع مضاعف بظل جائحه كورونا 100% طبعا. كرمال هيك يعني حتى حضراتكم كاطباء بتشددوا علينا انه اذا مالك مضطر لاضطرار هائل طبعا. انه تستخدم حمام طبعا. عام ابدا ما تستخدمه طبعا. ضمن هالظروف اللي عم نعيشها. طيب دكتور، السيده اللي بلش يظهر عندها اعراض مثل الحكه، مثل الحراره، مثل الروائح الكريهه اللي ذكرتها، خلص فات الاوان، ما في تدبير نحن غير نبلش بكورسات علاجيه التهابيه، ولا في يعني اعراض ممكن تدبر وما نوصل لهالمرحله؟ هلا يعني انت حكيت عن عده اعراض، اذا رحنا على الحراره، اذا وصلنا على الحراره فنحن صرنا بالداء الحوضي الالتهابي، صار في حراره عاليه ممكن تكون 38 39 ممكن توصل 40، وممكن يصير في اقياءات، في وهن عام، هون ممكن نضطر ندخل السيده على
المشفى ببعض الأحيان. هلا إذا نحن لا بالمرحلة الأولى اللي هي وجود روائح ريحة كريهة، وجود حكة حرقة، فنحن ما زلنا قد يكون بإنتال موضع ضمن المهبل أو عنق الرحم فقط. وهون العلاج العلاجات سواء الفموية أو الموضعية اللي هي الكريمات أو التحاميل النسائية قد تكون مجدية حسب نحن نقدر نستعمل مثلا سيدة صبية لنعرف كيف بدنا نعالج، متزوجة بدنا نعالج الشريك مثل ما قلت قبل. بس كل ما كانت مثل ما قلنا القصة مبكرة، كل ما احنا نكون قدرانين نسيطر ونحط ونسكر الباب يلي هو بتوصل منه هالمشكلة إلى مناطق أخرى، حسن ما نوصل لمنطقة الرحم وبطانة الرحم طبعاً. وهون صرنا بمرحلة فتنا متقدمة، فتنا بشيء يعني بشيء آخر ممكن يؤدي لخراجات حوضية، يعني شيء كبير أكثر بكثير من أنه مجرد إنتان يتعالج ضمن المنزل. يعني كنا عم نحكي بالمقدمة أنه هذا الموضوع ممكن يأثر على الخصوبة بشكل أو بآخر، شو المرحلة أساساً نحن بنوصل فيها اللي هون بيصير فيه تأثير يعني خطر بخصوص هي هذا الموضوع؟ هي المرحلة اللي صارت وصل فيها الإنتان لا وصل للمبيضين، وصل طبعاً جسم الرحم ثم المبيضين ثم البوقين، فهي المنطقة كلياتها إذا صار فيها إنتان شديد ممكن صار في خراجات بالبوقين، ممكن تخسر البوقين، تخسر وظيفتهم، ممكن تضطر احيانا لاجراء عمليات جراحيه لاستئصال هي الخراجات او تفجيرها، ممكن يكون في التهاب المبيضين، المنطقه كلها يصير فيها التصاقات، وبالتالي عمليه الانجاب كلها تتاثر، ونكون بجهه انجاب بطريق طبيعي نضطر لطفل انبوب او اجراءات اخرى. وبالتالي هون فينا نعرف قديش الموضوع قد ما هو بسيط لما بيكون بدايته، وقد ما هو تطوراته مزعجة بنهايته. كرمال هيك منشدد انه كل البنات وكل السيدات ما في موضوع للاستحاء مكان مية. يعني في عرض جسدي حاصل باي عضو من اعضاء الجسم لازم استشارة طبيب متخصص فورا. يعني هلا احنا وسائل التواصل صارت مؤمنة وببساطة، وبالتالي انا يعني السيدة اللي ما قدراني تشوف طبيبة ممكن يعني رسالة على الواتساب اي شيء انه انا عندي هيك، في داعي اجي ولا فيني في ادويه محدده، انا مو قدراني اجي هالفتره، شو الشيء اللي ممكن اعمله؟ بس دائما الافضل انه يكون الطبيب على اطلاع بالعرض ليقدر يقدر حجمه وبالتالي علاجه. تمام. طيب دكتور، ذكرت رحله العلاج ممكن تطول اذا وصلنا للمرحله الالتهابيه بالرحم، كيف بيكون التدبير العلاجي؟ في كورس معين بتمشي عليه، وقديش ممكن فعلا تطول مده العلاج؟ هلا مثل ما قلت لك انه ممكن نحن مثل ما حكينا انه ممكن نوصل لاسبوعين او ثلاث اسابيع علاج، ممكن علاجكم ضمن المنزل ويبقى الحالات الحاده جدا واللي تتطور لداء حوضي التهابي ممكن نروح على قبول مشفى لعده ايام للسيطره على الحاله، تخفيض الحراره، السيطره على الاقياءات، معالجه الخراجات ممكن تكون موجوده، وبالتالي هامش الادويه كبير من الأدوية الفموية والتحاميل النسائية الموضعية للصادات الحيوية بالوريد، واستعمال طبعاً السيرومات لحتى لسيطرة على الحالة الحادة اللي ممكن تكون صارت بمرحلة يعني أكثر خطورة. وبالتالي ببدايتها نحن ضمن المنزل علاج بسيط، كورس أدوية محدد، ممكن أسبوع أو 14 يوم يكونوا كافيين، وبتنتهي المشكلة، مع ملاحظة أنه مساعدة الزوج أو الشريك بهذا الموضوع كثير مهمة. تمام. إنه يتجاوب معنا، لأنه أحيانا بتقول للسيدة لازم تاخذي الدواء أنت وزوجك، للأسف بيكون الزوج أخذ الفيروس أو الجرثوم بس ما عليه أعراض. طبعا هو بس تطيب السيدة بيرجع لها الفيروس. هي الميزة السيئة عند الذكور إن هن أعراضهم متأخرة جدا لما تصير حالة كثير شديدة، أما عند الأنثى يعني مجرد ببداية الأعراض بتبلش تعطي علامات، وبالتالي ممكن يرفض الزوج الاستجابة للعلاج، بمعنى انه انا ما عندي مشكله فليش بدي اخذ دواء، بس هو نرجع نفوت بنفس الدوامه مره، نرجع من قصاد حلقه مفرغه، يعني انت عالجت السيده بس مسبب العدوى موجود، ردت انعدت وهكذا يعني. فلا، الافضل يتعالجوا اثنين، يصير منع عن الجماعه فتره العلاج، وهيك بنكون غالبا قضينا على المشكله من جذره. يعني اتمنى هيك الصحه والسلامه اكيد للجميع. اهلا وسهلا فيك معنا دكتور. شكرا لك. شكرا 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 لك دكتور شادي. اهلا وسهلا فيك. شكرا.
عن جديد ويا صباح الخير لستات البيوت اللي فاقوا هلا وحطوا فنجان القهوه وناطرين يعرفوا انا اليوم شو عملت لكم. اليوم عامله اكله طيبه لذيذه هي مقبلات، ولكن كمان ممكن تصير بوجبه كثير كبيره اذا استبدلنا الجوانح بالدبابيس اللي هي جوانح بصوص البوفالو. أكلة طيبة ولذيذة، وممكن هذا الصوص كمان نستخدمه ونخليه بالبراد، ممكن نستخدمه مع أي شيء، ممكن مع البطاطا، يعني صوص جدا 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 رائع. وبتمنى مستات البيوت يجربوه ويخلوه عندهم على طول، حتى ممكن نحن نعمل كميات أكبر منها، ممكن بإجانا على السريع عزيمة ممكن نطلع جوانح أو دبابيس ندهنهم فيها مثل ما هلأ أنا حأعمل وبتصير معنا بكثير وقت كثير قليل. هلا انا بغيابكم شو عملت؟ بس هون عندي هون الجوانح، حطيت لها ملح وفلفل وشويت على الفرن، سوري شقيت معنا ورق الزبده، صار معي مستوي. انا بس قبل نبهت على شغله انه انا لازم كنا اعطر قبل باربع ساعات يا بمي وخل يكون غامرتهم او بميه المخلل، انا اعطر بميه المخلل، عندك ميه مخلل بتنقعيهم مشان يساعدوني كثير بالاستواء. هلا هذا هو الصوص عنا، رح ورجيكم اياه ورح اقول لكم شو حطيت بقلبه. حطيت 3/4 كوب زبدة، قالب زبدة يعني تقريبا 150 جرام زبدة، حطيت كاسة من الشطة، كاسة كاملة من الشطة اللي نحن بنعرفها تجي مع الكاتشاب، هاي الشطة الحدة، طبعا هي ما عاد صفية تحدد لأني ضفت عليها معلقتين عسل. من البهارات حطيت بابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، حطيت بهار مدخن مع نتوفة ملح، وهيك صارت عندي الصوص جاهز. هلا أنا الصوص طبعا هي إضافة من عندي، انا بحبه يكون فيه شيء كريمي، بقى ممكن تضيفي له شوي من المايونيز، حضيفهم ونحرك، وهيك تقريبا صار عندي، مو تقريبا، هيك صار عندي جاهز صوص البوفالو الجديد جدا رائع بهذا الشكل. اساسا لونه بياخذ العقل والريحه ما تسالوا. هلا شو حنعمل؟ هلا هي المرحلة الأخيرة، هي أطيب مرحلة مثل ما بيقولوا، بس هلا شايفين أنا عندي تقريبا استووا، هلا حقيمهم ونصفهم هون. أنا بدي أغير الصينية لأنه أنا هون عندي إنشاء هذا، شفتوا على ورق الزبدة ولزقوا شوي، كيف لو حاطينهم على صينية كان عندي صارت تغير عندي الشكل وما بتزبط أبدا وما بيطلع حلو هيك. هلا هيك تمام، هذينك هلا بحطهم بوحده ثانيه هيك بكفي. هلا انا هذا اللي بدي اياه، هلا بيني معكم، هلا حجيب نوع من هذا الصوص حورجيكم بشكله، انا حابه اورجيكم القوام تبعه تقريبا هيك هيك، هذا هو، لان هذا هو صوص البوفالو. فيكم هلا انا حتطلع عندي الكميه زياده، انا بقيمهم وبحطهم مطربا بالبراد. هلا بدي اقيمهم وادهنهم بهذا الشكل طبعا من ورا ومن قدام. هلا اول شيء حادهنهم من فوق، بشويهم شوي وبرجع انا بس طلعهم من الفرن برجع بدهنهم من تحت وبدهنهم وبرجع كمان بشويه، ولسه في عندنا مرحله ثالثه لصوص البوفالو. هلا هيك وهيك، ما ضل انا غير حطهم بالفرن تقريبا كمان بس لحتى ياخذوا شويه لون. هلا انا بغيابكم شو رح اعمل؟ هلا انا هون شايفينهم هدول، لحقيمهم شويهم شوي تقريبا لحتى ياخذوا لون، بس يطلعوا لحرد ارجع اقربهم على الطرف الثاني وارجع ادهنهم مره ثانيه، كمان ارجع اشويهم شوي ثانيه لورجيكم ألذ واطيب مرحله يا ورد ويا آية، بس ترجعوا لعندي بالاخير. سهله جدا هاي شغلتها، هاي هي شغلتها، هاي شغلتها سهله كثير، حكي سهل، حكي سهل التنفيذ هون الحكي هون الصعب. اي بس هلا شوف التيست بقى، الطعم كثير طيب. شكرا كثير يا شيخ، يا هلا، يعطيك العافيه. بدنا نحكي عن صناعة القصب. صناعة القصب يعني حرفة يدوية فنية استخدمت بداية للحاجات الزراعية، بعدين تطور استخدامها مع تطور الحاجة لحتى شفنا يعني بصير يصنع منها استلال الكراسي، الحصر والأسقف والشبابيك. وقديش حلو الناس اللي بتحب المنظر الأورينتال الشرقي تقتني قطعة أو قطعتين مصنوعة من القصب. العديد من المهن والحرف الشعبية القديمة اللي ما زالت تمارس حتى اليوم أو للأسف اندثرت وباتت جزء من التراث والتاريخ والفلكلور الشعبي، وتعد جسر لربط الماضي العريق بالواقع المعاصر، فهي حرف ومهن تجسد أصالة الآباء والأجداد، وبدمشق في حرف جدا أيادي ماهرة لسه محافظ على هالحرفة وما زال بيصنعها بكل حب. من أعرق الحرف اليدوية التقليدية يلي ما زالت
عم تصارع الزمن وبيعشقها الكثير من أهالي زمان، متأصلة بالدمشقيين وكل ما عتقت زاد جمالها. صناعة الخص. بوحدة من حارات حي الصالحية في رجل من 50 سنة عم يشتغل بمصلحة تورثت عائلته أبا عن جد، واعتبرها هويته الحرفية يلي خلته يبدع فيها. العم عبد العزيز الدبش بقي الوحيد لهالوقت عم يحميها من الاندثار رغم قلة الطلب عليها وبأبسط الأدوات. أنا ما أتوعيت على الدنيا، يعني خلقت هون البيئة هي منطقة الصالحية عنا هون مشهورة بالسلال. فوالدي قبل منه كان جدي رئيس نقابة، بعدين والدي رئيس نقابة. فنجي على المحل هون عم يشتغلوا. شوف هون مثلا امسك الأسد شوف شو عم يساوي. لا أخذ منه. بطلع من الصيف يساوي الخص، إنه هذا مشان للستر أول شيء، للديكورات، للمنتزهات مشان الشمس والمطر. يعني أنا 5 6 سنين تقريبا ساوي سلة صغيرة هي كانت تبقى. نائي من راس الأسد الرفيعة الرفيعة ما في سلة صغيرة هم أرزي فيها أي كان أبدا هي هاي كنت ساهم من معنيك يعني 10-12 سنة كنت عم ساهم واحد من هدول أشتغل فيهم أصاب السكر أصاب مص هذا أصاب اللي أصاب بربار أو أصاب بري هذا عالم متوفر الحمد لله وين في مي على كتف النهورة وين ما رحتي بالبلد سبحان الله موجود الأصاب هذا له وقت بينقطع بالمربعانية الشتي اسمها أربعانية 40 يوم بالشتي عز المطر عز هي يصير قطع الأصاب يعني متعبة من هالشغلة إنه قطعة بعز الشتاء المطر وعلى كتف النهورة هذا احنا نخطه على الواقف هيك بضل مثل الخشب اذا بتسالي حيوان الجار من الادمه دغري معروف الخص البيوت العربي على الشبابيه هذا الخشب اللي عشان نقشي هي اسمه خص من هون تكلمة خص ما لما بدي اجي هذا جديد ما بدي خص لك لوح قصب مثلا او هي ما هذا الخص اللي النجارين العربيه كلها بتعرفه بنخبيه نحن من سنه للسنه انا بقدر مثلا شو بدي مثلا 300 ربطه 400 ربطه بخبيهم بسحب من الاول باول على هو القرن اللي عندي على هو المكاني انا بالنسبه لي انا يعني سبحان الله يعني ربيت فيها قد ما كان متعبه استلذ فيها وبروق فيها سبحان الله يعني انه عشت معها من عمري ما عم بشتغل فيها طلع كمان مثلا العده انا مثلا الاطفه هي انا هلا ما في بيني سابيه مثلا انا هي عندي اطفه صار من ايام ابي وجدي والله هي ما لها حساب لانه بدي اول شيء انا بجهزهم للاصابات نظفهم بعدين بشرحهم فصلهم بدي اقعد سابي اذا بدي اقعد اشتغل في هذا الفرد بعدين انا فصله وقاعد بده له ساعتين زمان سبحان الله من لدي مصلحه انا هي معشقين فيها بيجوا لي انا مع زبونات او اي بيقولوا لي كان سابي ولا ما حدا بكره الشغل بس انا يعني استطاعتي هيك سابي هيك بس بيقولوا مثلا اخي ريح حالك مثلا انت يعني مثلا رفقاتنا اللي اكبر منا او من جيلنا ريح حالك شو بدك تشتغلي انا بالنسبه لي يعني بنبسط فيها مروق بهالشغله كان القشر تبعها قبل المطاط وقبل النايلو جلس البدنين وشكل كزبرة والفجل كل المنطقة هون الفلاحين ياخذوا القشرة تبعها الفوقانية الطويلة عشان يربطوا فيها جلسوا فيها بعد قدمني وشكل كزبرة هاي شغلتي أنا ما بتركها أبو مازن رغم تقدمه بالعمر بس هالمكان يلي ما بيتعدل 3 أمتار بمتر ونص ومعبى قصب جزء من روحه لآخر نفس بعمره مثل كل تنين يعني ما بيكمل يوم التنين غير لحتى هيك متعرف على اخبار الفن مع هدى صباحو يا هدى صباح الخير صباح الخير هدى بونجور ورد كيفكم اليوم رواق رواق تمام الحمد لله بصراحه اخباري لليوم ما انا بعيده ابدا لا عن الشارع السوري اكيد ولا عن قضايا الانسانيه يلي كانت شاغلتنا اسبوع كامل كلياتنا كنا متابعين لحظه بلحظه خليني أقول هيك الأشياء يلي صارت مع الطفل ريان يلي وقع بالبير وكلياتنا حضرنا وأكيد المشكلة والفيديو يلي تسرب يوم الخميس أو متسرب وكان مقصود نشره لتعذيب
الطفل فواز. بصراحة هدول قضيتين كان كل واحد فينا عم بيدور لحتى يشوف إنه يا رب يكون في شي خبر سعيد، يا رب العالم يخلصوا من هالأزمات، يا رب الأطفال يكونوا بعاد عن الحروب وبعاد عن كل شي ممكن يكون منافي للإنسانية. والفنانين مانا منعزلين نهائياً عن أي قضية بتثير الرأي سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي، وهن دائماً عندهم خط، يمكن لأنهم بيعرفوا أنه صوتهم مسموع، بيعرفوا أنه صفحاتهم فيها في كثير عالم بتتابعهم. وبصراحة ريان مثل ما كان في كثير من الفنانين متابعين لحظة بلحظة وكان على أمل أنه يطلع عايش، ولكن للأسف توفى. وكمان كلياتنا هلأ بانتظار فواز لحتى يرجع لأهله ونعرف أنه انتهت هاي القصة، ولكن بنهاية سعيدة مو مثل نهاية ريان. كثير من الفنانين مثل ما قلت لكم كان عندهم حصة بصفحاتهم ليوقفوا مع ريان وليوقفوا مع فواز، وأنا جمعت لكم بصراحة مجموعة من الفنانين لنشوف كيف عبروا عن محبتهم لفواز ولريان، وبصراحة بطريقة غير مباشرة عم بيقولوا هن مع كل أطفال العالم. الفنانة أمل عرفة أكيد كان عندها وقفة مع ريان، الفنان تيم حسن يلي نزل هاي الستوري لفواز، بالإضافة أكيد لرحمة رياض يلي هي كانت عندها على صفحتها شغلة فواز وشغلة كمان قصة الطفل ريان، طبعاً هي قبل ما يعرفوا بخبر وفاته، بالإضافة لسلافة وخرجي طبعاً مع هاشتاج مشان الله ما تضربوني يلي كمان كتير انتسر، سيرين عبد النور يلي كمان كانت واقفة مع فواز، بالإضافة كمان سيرين كان عندها واقفة مع ريان، كمان شكرا مرتجى طبعاً يلي هي الصورة كتير انتشرت، جامعة فواز وجامعة ريان بصورة واحدة، كارول سماحة قبل فوات الأوان أكيد أسرعوا وأنقذوا الطفل فواز. نصيف زيتون كمان كان عنده وقفة مع ريان وكان عنده وقفة مع فواز، وغيرهم كتار بصراحة من الفنانين يلي كان خلال صفحاتهم عم بيقولوا لنا أو عم بيقولوا لكل العالم نحن فنانين، ولكن ما فينا ننعزل أبداً عن أي قضية بتخص الإنسانية وبتخص الأطفال تحديداً. كلياتنا كان عندنا هاي الوقفة، ويا رب أطفال كل العالم يكونوا عن جد بعيدين عن الحروب وبعيدين عن كل تداعيات الحروب يلي للأسف وصلت. مزعج هالموضوع كتير كتير، يعني أنا بدي أقول أنا واحد من الناس ما نزلت على السوشيال ميديا هيك قصص، ما بعرف شو بدي أكتب. تمام، كتير مزعج الموضوع كتير، يعني حتى لما عم أقلب كنت على القنوات اللي عم تبث مباشر لإنقاذ الطفل ريان الله يرحمه ويصبر أهله، فوراً اقلب لأنه الأعصاب تلفانة. صح، فعود على أعصابك كمان، وبالنهاية النتيجة حزينة، فالله يرحمه يا رب. آمين. الله يرحمه ويصبر عائلته، ويا رب قريباً نسمع خبر جيد عن فواز. وبصراحة هذا الخبر ما فينا أبداً نفصله أنه نحن عم نحس بكل الأطفال، في ناس بردانة، في ناس عم تصل صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي وهن مانن جيدين، نتمنى الخير للكل، ويا رب أطفالنا وشبابنا وكل شيء بخص بلدنا يكون بخير وآمن، لأنه ما بتستاهل هالبلد غير هيك بصراحة. خبر التالي ما أنا منفصل بصراحة عن القضايا الإنسانية، وبالوسط الفني أو بين الفنانين تحديداً أول شخص بينذكر اسمه وبيرتبط اسمه بالقضايا الإنسانية هو تامر حسني، بيلبي الدعوات، فكيف إذا كانت من طفل؟ بصراحة اليوم جايبت لكم قصة طفل بحب تامر حسني كتير، فأمه لهذا الطفل دعته لتامر، عنده مشكلة اسمه شلل بالجهاز الهضمي، يعني ما عنده أمعاء، ما عنده بنكرياس، ما عنده خليني أقول هيك خط الهضمي الصحيح، للأسف حتى إذا في أوجاع ما بيقدر ياخذ مسكنات وحيضل بهذا الألم كل حياته. فحبيت والدته أنه تتواصل مع الفنان تامر حسني يلي خليني أقول متأخر نهائياً، وصلته المسج من هون بأقل من ساعة، يعني مسافة الطريق تماماً من بيت تامر حسني لبيت هالطفل، وما ابدا تراجع ولا للحظه او تردد انه ينزل لقائه مع هذا الطفل. نشوف سوا كيف كان هذا اللقاء، خلونا نشوف ونرجع حتى نكمل اخباري. مصطفى شفت ده هو والله هو مصطفى، مش واحد شبهه ولا حد، بص له مش ده اللي انت بتقعد تغني له؟ لا انت واحد سمر. لا يا قلبي لا يا قلبي والله هو ده تامر حسني. انا مش واحد شبهه يا مصطفى، هو نفسه اللي بيغني في التلفزيون وفي السينما. انت دلوقتي اتاكدت ان انا تامر صح؟ اه خلاص الحمد لله. هتقول له ايه يا مصطفى؟ هتقول له ايه؟ سكر. قول
حبيبي حبيبي. انت بتحبه ولا ما بتحبوش؟ شكرا يا حبيبي، انا كمان بحبه. ايوه بحبه. قول لك انت بتحبه، انت بتشتغل تقول انا بحبه قوي. هو يقول لك قول يلا كذا. مصطفى قال له مو انت. بس سؤال هو عم يقول له انت مش انت، هو لانه ما توقع تامر حسني يجي لعنده ولا لانه استغرب من عمليات التجميل والتغيير المتعود عنه بالكليبات وشافه على الواقع بهالقصص؟ ما بعرف. انا ما عم بتنمر على فكره ولا عم بقول شيء ولا عم بفتح باب لحديث لك تماما. ولكن ورد انت عم تحكي عن موضوع كان حديث السوشيال ميديا اساسا من حفله الماضي. مصطفى هذا الطفل ما عرف تامر حسني بجوز لسببين، ما مصدق هيدي ليكو. في دائما الاطفال بيعبروا عن اللي جواتهم بطريقه صادقه كثير مهم بالنسبه لك. تمام. ولكن مصطفى بجوز ما عرفه لانه ما صدق انه ممكن يكون فنان مثل تامر حسني يجي لعنده على البيت. ولكن يلي قاله ورد هو انا شفته باكثر من مكان انه فعلا تامر حسني كثير متغير، عمليات التجميل، واساسا كان الحفل الماضي كان بنكهه الكفوري لانه كثير صار بيشبه وائل الكفوري، وكثير الصور يعني نفس تسريحه الشعر تكساس جوز اكثر شيء. تمام. الحنك العريض التكساس الفيلر تبع تكساس جوز. فانا ما بعرف يعني هو ما بيعترف اساسا اذا عامل عمليات تجميل، ولكن صار رواد هيك مواقع التواصل الاجتماعي بيلقطوها تماما. بس بدي احكي شغله اخيره عن موضوع تامر حسني. في كثير ناس بتشوف انه هو طبعا في هيك قصص بتنتشر بالوسط الفني او على مواقع التواصل الاجتماعي لانه بيكون في شيء خيري من وراها او بيفتح باب للتبرعات اذا كان طفل مثل مصطفى بحاجه هذا الموضوع. في ناس بتستهجن وما بتحب نهائيا انه لا اكيد عم يستعرض. فدائما هذا الخلاف بين انه عمل انساني غير مكتمل او عمل انساني لازم يكون بالسر. فدائما تامر حسني عنده هذا الصدمه مع الجمهور وما دائما بيحبوا كل شيء بيعمله مع الاطفال. خليني بقى شوي هيك روح لاخبار مفرحه، بعيده شوي عن المرض، بعيده شوي عن الحزن، بعيده شوي عن النهايات السعيده. اكيد بدي روح للصور يلي انتشرت امبارح وشفناها بكثره امبارح، هو حفل زفاف شهد برمدا واللاعب احمد الصالح. يعني بصراحه انا ما بحب الجمله اللي بيقولوا انه نهايه الحب الزواج، بدايته. تمام. انا من انصار الحب ومن انصار الزواج عن حب. وفي كثير ناس شافت الصور وشافت مقاطع لانه اساسا كان في وسائل اعلاميه عم بتغطي هذا الحفل الاستثنائي وهذا الزفاف. اكيد انا مثل كل دائما بجيب لكم شيء ايجابي وبجيب لكم شيء سلبي. اوكي. فرح بلش ايجابي ونشوف كيف كان العرس. اساسا قالوا انه هي كانت كثير طالعه حلوه، بدلت فستانها مرتين، وكان النجم نصيف زيتون عم يحيي هذا الحفل، بالاضافه انه اخوها عبود برمدا فاتت على صوته بالزفه. شو حلو اساسا اللي ما بيكونوا اصواتهم حلوه بيغنوا لاخواتهم، فكيف اذا شخص صوته حلو حب اكيد انه تفوت شهد هالعروس شهد برمدا على صوت اخوها. وكمان نصيف زيتون اختار اغاني رومانسيه جدا لحتى تحيي هيدي الليله. تعالوا نشوف شوي كيف كانت الاجواء يلي ما شافوا، مع انه اشك انه واحد شاف شو صار بعرس شهد برمدا. وبرجع حتى اكمل اخباري لليوم.
طبعا بهذا الحفل كان في مجموعه كثير كبيره من الفنانين يلي حضروا، ليندا بيطار، سيف الدين سباعي، بالاضافه لمصطفى العابد وغيرهم كثار من الاسماء يلي حبوا يشاركوا شهد واحمد هي الفرحه. ولكن في كثير ناس للاسف وقت بيشوفوا كثير اثنين متفقين وبيحبوا بعض، واساسا هي الاشاعات عم تلاحقهم من وقت الخطبه، هن صاروا تقريبا خاطبين 3-4 شهور. كثير غريب بالتعليقات يلي دائما بيتوقعوا النهايات السيئه او السلبيه، فانه بعد كل هذا الحب رح تنطرقوا عين وتنفصلوا. اكيد ان شاء الله لا، وما تطلعوا اي اثنين متجوزين شو بشع يسمعوا او يقروا هذا الشيء. حبوا يشاركوكم هاي اللحظات لحتى تعطوهم مباركه، لحتى تتمنوا لهم حياه سعيده، ما تتمنوا لهم شيء سلبي وبلا هالتوقعات، ما انا كثير صحيحه بهذا الوقت. اكيد نتمنى التوفيق لشهد ولاحمد، وان شاء الله تكون حياه سعيده للزواج عن حب. بس كمان في حدا منزل شيء انه بنحب نطمنكم انه الكابتن احمد صحته بخير، ولا كل شيء انحكى هو اشاعات، فما صحيح. بعرف شو كان صاير. هو اساسا ما كان عم يلعب باخر المباريات لانه كان في عنده اصابه يعني، بس ولكن هو صحته منيحه واكثر. لا بعد العرس، بعد العرس. لا بعد العرس ما بعرف شو صاير، يمكن ما قريت. انا فكرت عم تحكي عن الفتره اللي كان فيها غايب اساسا. لا يعني هو اخذ اجازه بعد ستوريات العرس، منزلين ستوريات انه الكابتن احمد بخير واطمنوا انه هو صحته بخير، فاذا كان في شيء فان شاء الله هيك معافين. ما بعرف شو بصير ان شاء الله اكيد. وليلى يكون تطبق عليهم مبدا انطرقوا عين، انطرقوا عين ان شاء الله. بعيد الشر عنه، بعيد الشر عن قلبهم اكيد، وان شاء الله يا رب تكون حياتهم سعيده وهنيه كل العمر. خبري الاخير بصراحه هيك حبيت اعمل لكم جرده سريعه. لكم شهر شباط مميز جدا اسمه شهر الحب، يعني انصار الحب هلا كثير بدهم ينبسطوا، الفنانين بيكونوا هلا بنشاط مهم وهيك. فأنا من أول ما بلش شهر شباط لليوم حبيت أحكي لكم من الفنانين يلي نزلوا، مع أنه نحن أكيد مع كل أغنية بتنزل دغري مننزلها ومنحطها بأخبارنا الفنية، ولكن هيك حبيت اليوم اسمع معكم شي رومانسي، خاصة هذا الشهر هيك يطغو عليه الرومانسية والحب. أول حدا أكيد أو آخر حدا نزل هو مبارح حسين الجسمي بدولة غرام، وطبيعي سفير سفير للحب، سفير للمشاعر الرومانسيه، وكثير العالم عم بتلاقي حب لهي الاغنيه. طبعا هاي الاغنيه من كلمات الشاعر سعيد بن الفلاحي والحان مبارك العامري، وعم تلقى صدى كثير كبير خاصه من بعد ما بحبك يلي مو طبيعي، عم تحقق ملايين المشاهدات الى الان، وكثير العالم حبت دولة غرام. وانا جايبت لكم مقطع منها على فكره، مو بس دولة غرام، كل شيء رح اقول لكم اياه اغاني هلا حتسمعوا عنه مقطع. ثاني شخص اكيد نزل اغنيه هو جوزيف عطيه، من يومين نزل اغنيه ملكي وبس. ملكي وبس نزلت بعد ما بنحكم على الناس او بنحكم على الناس. هاي الاغنيه يعني بعد كمان ما بدي اقول لك يعني عم تحصد، يعني هلا مبدأ لك صارت شي 5 ملايين تقريبا، ولكن بنحكم على الناس خلال 14 يوم بس وصلت لأربعة مليون. لأنه هيك معاني وهيك حكيتيها بتلامس وملكي وبس كثير حلوة وكثير مناسبة لشهر الحب، وهيك بتعبر عن المشاعر. يلا اهدوا بعض يا جماعة، هي عندكم صار نيو كولكشن أغاني يعني. بالإضافة أكيد للفنان حسام الجندي، أكيد نزل جنيد عفوا، حسام جنيد نزل أغنية جديدة ليكو ما بتختلف بصراحة عن حسام جنيد، لأنه فيها مقاطع راب يعني هو هذا الجديد بالموضوع. اسم غنية حسام لحتى ما خربت بين الأغاني. طبعا هاي الأغنية شاركوا بالغناء معه عبد رضا، وهي اسمها ما بدي تودعني. أنا ما لحقت أحفظ كل الأغاني، هنا نزلوا مبارح وأول مبارح بهدول اليومين. كمان حسام العالم كتير اشتاقت تشوفه بشي جديد، وأنا كمان جبت لكم مقطع معي لليوم. أما آخر أغنية رح نسمعها اليوم أنا وياكم بالإضافة لحسين ولجوزيف عطية، حسين الجسمي أكيد وجوزيف عطية وحسام جنيد، لزياد برجي. يعني هي مبارح كانت مسيطرة على كل الكواكب، لأنه مو طبيعي قديش حلوة الغنية اللي هي لزياد برجي. هيدي حبيبة قلبي كمان نزلها على يوتيوب، وكانت هدية من زياد برجي، وكان العالم متوقعين أنه مستحيل زياد برجي ما ينزل شيء بعيد الحب أو بشهر الحب، ونزل هيدي حبيبة قلبي. ولسه أنا متأكدة من هلأ ل 14 شباط أو حتى لنهاية شهر شباط حينزلوا مجموعة من الأغاني اللي هو والعالم كتير ناطرين يسمعوا هيك شيء، ونحن بحاجة للصراحة لحتى ننسى كل شيء فيه. خليني اقول لك مشاكل عم بتصير حوالينا، يعني بغنيه الواحد هيك يعدل شوي المود
شاء الله عن جد يعني هنن هيك عم يعملوا هنن هذا الخط الثاني للفنانين انهم يعدلوا شوي من الحاله اللي عم بتصير بالوطن العربي كاملا وهيك انا بتصير اخباري خلونا اسمع الاغاني وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي يلا شكرا هدى يعطيك العافيه شكرا تفضل توقعات الفلك لهالنهار كيف رح تكون للابراج ال12 مع مدام نجلاء اباني صباح الخير يا مدام صباح الخير يا واد صباح الخير يا ايه صباح الخير للجميع يجعل ايامكم سعيده مبسوطين مرتاحين يا رب العالمين اليوم 7 شباط يعني 7 فبراير تمنياتي للجميع بالخير طبعا كواكبنا ما زالت في اماكنها الكواكب الثلاثه الاقرب للارض هن عطارد كوكب السفر الاوراق المريخ كوكب الطاقة الحماس الأميل للنزاعات من العقل وطبعاً منسميه كوكب الحرب إضافة إلى الزهرة اللي هو كوكب الحب والعواطف والصداقات الثلاثة في برج الجدي هلأ هذا بيخلي مواليد برج الجدي مواليد العذراء مواليد برج الثور ضمن إطار الجيد إضافة إلى الجوزاء برج الأسد برج القوس وبرج الحوت طبعاً هالأبراج هلأ لبلشت سنتون الشهر الماضي كانوا متعبين هلا بلشت الامور بقى شوي تريح وتاخذ طابع افضل بس كمان لازم نبه مواليد برج الحمل السرطان اضافه الى برج الميزان والدلو على مستوى امورهم الصحيه اول اخباري العزيز ده مولود برج الحمل اللي صرفه عم بيكون اكثر من دخله او اكثر مما يجب ما بعرف اذا السبب استشارات صحيه او مصاريف اضافيه حاول تبتعد عما لا يلزمك مولود برج الحمل لأنه الأيام هاي أيام يعني ما أنا كتير مريحة مالياً صار لك شهرين ثلاثة أنا برأيي ليس فقط هذا الشهر الشهر الماضي كان أكثر تعباً على الصعيد المالي والقبله ما كان كتير مريح يعني حاول تطلب تطمينات مولود برج الثور ما نمت أنت ما نمت مبارح ما بعرف ضايق خلقك معصب بس هيك حس حالك بتفير دمك على قصة ملهوج على قصة حابب تعمل قصة مهمة والحياة اليوم عندك قدرة على التسامح يمكن أصدقاء عم يحملوا لك نوع من أنواع الحلول لبعض المشاكل يمكن في اتصالات يمكن في سفر يمكن في عندك هدوء اليوم طبعا مو كل نهار هدوء هو اليوم دائما أنا بعتبر بس يدخل القمر عبرجنا بفور دمنا من بعض القصص منصير مستعجلين على غير العادة على بعض القصص اليوم بقى يوم للاستعجال لمولود برج الثور مولود الجوزاء اليوم الحكمة والهدوء هنن اللي لازمينك لتبتعد عن مصادر القلق عموما ما بعرف كأنك عم بتجاهد لما تعلق مع الناس اللي حواليك لما تصطدم بمن حولك كأنه عندك جهات مسؤولة اليوم ممكن تضايقك بطريقة ما أمورك العملية يمكن ما بعرف اليوم يوم مو كتير كتير مريح على كل اللي مولود الجوزاء والأمور أخذ طابع نميمة ثرثرة ضيقة خلق كسل قلة راحة يمكن شيء من هذا القبيل تستمتع مولود برج السرطان بالدلال الاجتماعي اليوم عندك مصالحات لقاءات ربما تعيد السلام لحياتك أو الانسجام لمحيطك عندك نشاط علاقات اجتماعية تعارف ربما مميز ما بعرف إذا أنت عم تسافر أو عم تلتقى بناس بتحبهم أو عندك نوع من أنواع الإشعاع بس يوم جيد مولود برج الأسد لست في حالاتك الأفضل يمكن عندك نوع من أنواع الاتهامات الغريبة العجيبة أو نوع من أنواع الشجارات أو سريع التأثر من أي كلمة أو من أي فعل غالباً محتاج أنه ترتب أمورك بطريقة أهدأ من هيك هلأ أنت اليوم متسرع بمبادراتك كأنه عندك شغلة بدك تخلص منها وما عم تزبط يمكن عندك عدائية حتى غير مبررة أنا برأيي في حدا عم يحكي معك اليوم كلمة عفوية غير مقصودة وانت ممكن أنه تشعر فيها بالظلم مولود برج العذراء اليوم في تغيير بعملك أو نوع من أنواع العروض أو أشخاص عم يحترموك أو عم ترفع رصيدك عند أصدقائك تستطيع معالجة مشاكلك يعني هاي الأيام أيام فيها أوضاع جديدة فيه ميزة جديدة فيه عروض أو اقتراحات أو نوع من أنواع الاستقرار يقل تشويشك مولود برج العذراء وتصلح بعض الأخطاء
مولود برج الميزان اليوم عم بيطور حياته، عنده مدح، تشجيع، اتصالات، حل لبعض القضايا على الغالب. أنا برأيي اطلب المشورة من الناس اللي حواليك، أصدقائك، أهلك، زملائك. اليوم مولود الميزان داعمين، مؤيدين، أنت شخص مرح، محب للحياة، عندك نوع من أنواع الاستقرار، عندك قصة العلاقة برفعت شأن، مفارق جديدة يمكن. هلأ أنا بعتبره بالمجمل يوم جيد. مولود العقرب هو اللي ما عنده يوم جيد، سبب يمكن ضيقة خلق، سبب كسل، سبب أنه ما عم يمتلك اليوم سيطرة على أعصابه. على المستوى الشخصي أموره تعتبر الأتعب، هو يا عصبي يا حساس يا متسرع يا مشوش شوي، وفي شيء ما أنه رضيان عنه. هلا هو التأجيل اليوم، محتاج تكون صبور وهادئ اليوم، لأنه الهزات مولود برج العقرب حواليك محتملة، ابتعد عن الردود النارية أو المتسرعة. تبدأ بالتأفف اليوم مولود برج القوس، يمكن نتيجة شيء عم بيأثر على نفسيتك، شغل كتير، عمل كتير، قصص العلاقة بتعب يجتاحك، عم تضغط على نفسك حيث لا يجب، أمر نفسي يمكن مضايقك، يمكن حتى أمر صحي عابر. ركز جهودك على كل اللي تخلص شغلك الكثير والمتراكم والمتعب اليوم. مولود برج الجدي يوم حظك تقريباً لتعبر عن نفسك، لتحكي، لتناقش، لتسامح الآخرين، لتفرض إنها العبسة تبعت وشك، لتستقبل ما هو آتي مثلاً. عم تتلقى اعتذارات، عندك ابتسامة فرح تلوح على وجهك، ذكي، تعبر عن نفسك بطريقة جيدة وتمتلك دقة فهم وحكم على الآخرين بشكل إيجابي. عزيزنا الدلو غالباً اليوم معصب أو متضايق أو قلقان من قصة عائلية شخصية، مشاعر سلبية ربما، نوع من أنواع العرقلة أو القلق، أو عم تروح وقتك حيث لا يجب، ما بعرف. حاول تبدأ من جديد، ما تخلي قلقك يأثر على أمورك العملية أو الشخصية، لأنه أعتقد أغلب القلق سببه شخصي عائلي وليس مهني أو مالي عموماً. مع ذلك ممكن يكون كلمة عفوية غير مقصودة. مولود برج الحوت اليوم يوم فيه أهداف، فيه لطف دبلوماسية. مولود برج الحوت عم تشعر بحماية أو مساعدة من الآخرين، عندك نوع من أنواع المفاجآت ممكن إيجابية، سواء باتصال أو بقصة مالية أو فيها إجابة على بعض الأسئلة ربما. هلا أنا بشوف أمورك جيدة جدا عموما، وفي عندك فيها خطوات مهمة ومختلفة، ويوم جيد. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 7 واتمنى له السعادة، شخص اطلالته بتوحي لك انه متكبر، هو ابدا مو هيك ولا له علاقة بهيك، بالعكس هو لطيف، حتى انا بسميه شوي ساذج لانه طفل بتصرفاته، ما انه من الاشخاص اللي كتير بيحسبوا تصرفاتهم. ديناميكي، موهوب، اذا بده شغلة صمم عليها وبنالها بالاخير. صداقته حلوة، مرح، كريم، أحياناً أو غالباً هو غير مسؤول. مناقشته أمر مزعج، لأنه من الأشخاص اللي إذا ناقشتهم تدخل معهم بجدال ما بتطلع، ولا بتطلع بحلول على كل الأحوال. صاحب حركة دائمة، لا يحب الاسترخاء، سفر متعته الكبرى على كل الأحوال، قادر على مجابات كل الطوارئ. مولود يحيرك، نشيط، كسول، مهمل، لا بينتبه على أموره، تحسك دائماً محتار معه، بس هو أكيد شديد النسيان ويحتاج دائماً من يذكره بواجباته. السنة له جيدة بدخول الزهرة لبرجك ابتداءً من الشهر القادم، 3/3 أو 4/3 رح تدخل على برجك، رح يخلي الأمور أخذ طابع ترقية، سفر، قصص العلاقة بالعمل والحياة. حتى السنة كتير مناسبة بالنسبة لك لو كنت حابب تغير بحياتك عاطفياً بين الثالث والسابع. أنا برأيي أغلب مواليد برج الدلو عندهم نوع من أنواع التغييرات الإيجابية. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. ودعاء عم تسألني عن علاقة، والله أنا بشوف علاقة جيدة جداً، بس هي الدعاء حطيها ببالك هي علاقة للتجاذب غربياً، يعني القوس يغرم بالثور، ودائماً يعني العلاقة بيناتهم فيها تجاذب، بس ما فيها كتير توافق ولا بتشبهوا بعض بشي. انتوا اللي بفيدكن هو الأمور الصينية، دينتكن نفس البرج الصيني،
اللي هو برج الثور الصيني. هلا هذا بيخليكم اهدأ، بيخلي مولود برج القوس اهدأ. مشكلتكم بالعناد المشترك والغيرة المخبأة المشتركة، اثنيناتكم ما بتصرحوا عن هاي الغيرة، واثنيناتكم الغيرة بتأثر كثير على تصرفاتكم سلبا. انتبهي على هالقصة دعاء. إذا عم نحكي على الحظوظ فأنا برأيي ليس قبل الصيف. الله يقدم لك في الخير. منال عم تسألني مع زوجة محمد إحدى العلاقات الأفضل. يا منال ما بعرف قدي لازم نبهك إنه هو نفس البرج صينيا غربيا، أنتوا نفس البرج، بيناتكم 12 سنة بالضبط، علاقتكم جيدة جدا وعام للمال يا عزيزتي. عم تسأليني صحيا بين يعني الثالث والرابع، من نص الثالث لآخر الرابع في شيء صحي بس ما في شيء سيء، يعني هذا اللي بهمك بالمجمل. اجعل أيامكم سعيدة وتضلوا بخير. وتضلي بخير. شكرا كثير مدام. شكرا لك. شكرا كثير لك مدام. ما ضل غير نشوف البوفالو وينجز بشكلها النهائي مع الشيف تهامة. يا صباح الخير عن جديد، وهيك صار عندي لسه الشكل شبه النهائي لأكلتنا اليوم، لجوانح بصوص البوفالو. هلأ طلعوا معي من الفرن، صاروا معي بهذا الشكل. أنا بس بغيابكم دهنتهم من الوش الثاني ورجعت شويتهم. هلأ أنا حقيمهم سقطهم بقلب صوص البوفالو بهذا الشكل. يعني أنا إذا معي وقت كمان خليني غرقهم بصوص البوفالو تقريبا شي خمس دقائق قبل ما أسكبهم، يعني ياخذوا يعني يتشربوا الصوص كتير منيح. هيك بيطلعوا أطيب، وأنا غناء وأطيب وألذ أطيب ومدري شو. هلا هيك يعني نهنهين تنهنوا هيك. هلا هيك حقيم وحركهم بهذا الشكل، وهيك صاروا عندي جاهزين لأنه نسكبهم. أورجيكم ياهم بينين معكم. هنقيم ونحطهم هيك وهيك. ألذ وجبة جوانح ممكن تذوقوها على الإطلاق، جربوها ودعولي لأنها كتير طيبة وكتير لذيذة. يعني أنا شخصياً بعد ما عملت هاي الطريقة ما بقى عملت الجوانح غير بهذا الصوص. كمان بنحط واحد، وممكن مثل ما قلت لكم زاد عندي من الصوص بحطه بمطربان وبخليه بالبراد، ممكن يساعدني لأكلة تانية. هيك وهيك خلصت معنا الأكل اليوم، وشوفكم بكرة كمان على أكلة كتير طيبة. شكرا العافية. أهلا وسهلا يا أهلا. وهيك بنكون مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم. قدمنا فيها كثير من المواضيع اللي تنقلت بين الطب وبين التنمية البشرية وإدارة المشاريع، وأيضا الأخبار الفنية المعتادة مثل كل يوم. تاني نشوفكم بكرة على 10:15. تبقوا بألف خير. باي باي.